السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله معانا فيديو النهاردة هنتكلم عن كيفية زراعة بذور نبات الوينكا في المشتل بطريقة سهلة وبسيطة. بنستخدم كيس زي كده فيه ثقوب للتهوية، بنحط فيه تربة زراعية، ثم بعد ذلك بقوم بتوزيع البذرة. ادي بذرة الوينكا، بذرة دقيقة جدا، يعني بذرة صغيرة جدا. باجي كده بقوم جاي زارع البذرة كده برفق، بحط من 7 لـ 8 حبات في الكيس زي ما ايدك تيجي معاك اهو. وبعد كده بعد الانبات في عملية الاشتال، بنشتل نبات الوينكا. يعني نبات الوينكا بعد الانبات ب10 ايام بتيجي عملية التشتيل. يعني الكيس زي كده ممكن يطلع معايا فيه 5 أو 6 نباتات. بعمل ايه بقى؟ بشيل الخمسة واسيب نبتة واحدة. بقوم بتوزيع الشتلات في السيس او في كياس تانية. بعد الانتهاء من الزراعة بغطي البذرة بتاعتي، يعني بغطي البذرة بتاعتي برفقة كده اهو. وبعد كده بروي الحوض بتاعي بالمية، يعني دي بنسميه حوض، في المشاتل بنسميه حوض. بعد الانتهاء من ري الحوض بالمياه يتم عمل حضانة لمدة 10 ايام للانبات. بعد الانبات ان شاء الله هنوريكم كيفية الرعاية وطرق الاهتمام بنبات الوينكا. بعد الانتهاء من زراعة بذور الوينكا يتم ري الحوض زي ما واضح معانا كده بالمياه غمر، ويترك لمدة 6 ساعات معرض للشمس، ثم بعد ذلك يتم عمل حضانة بلاستيك أبيض شفاف للإنبات. مدة الإنبات 1 أسبوع من الزراعة، وإن شاء الله هنوريكم طرق الاهتمام وطرق الرعاية بعد الإنبات. بعد الانتهاء من زرع الوينكا يتم عمل الحضانة البلاستيك اللي واضحة معانا كده وعليها نسبة دل. بنقفل الحضانة تماما، لمدة 1 أسبوع، وبعد كده بنفتح الحضانة تاني. ادي شكل عمل الحضانة وشكل الدل اللي معانا اهوت. ادي طريقة عمل حضانة نبات الوينكا. بعد مرور 5 ايام بالله البذرة طلعت اهيت اهي بشكل الحوض اهيت. بنقوم جاي كاشفين، بنشيل البلاستيك، وبعد كده بنحط الحصر بس، يعني البلاستيك بنشيله خالص، اللي هي الحضانة البلاستيك بنشيله خالص، وبعد كده بنحط عليها نسبة ظل لمدة 10 ايام. ليه بقى بنشيل البلاستيك؟ لو انا سبت البلاستيك متغطى على البذرة، لما البذرة تكبر كده هتطير وتنشف، اللي هي هتطير كده تطير وتنشف بسبب درجة الحرارة العالية. انما اول ما الاقي البذرة اللي هي نبتت حاجة بسيطة كده بشيل البلاستيك تمام، وبعد كده البذور بتطلع براحتها. ادي طريقة صرح زراعة بذور الوينكا في المشتل بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى ان يكون الشرح نال اعجابكم. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينة. انتظرونا في فيديو قادم من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.